أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة سما، والبداية بالعناوين. وحدات من الجيش تبدأ الانتشار في أحياء طفس بريف درعا، ولليوم الثالث استمرار تسليم السلاح وتسوية الأوضاع. مخاوف تسود جيش الاحتلال وقادته بشأن انفجار مقبل في الضفة الغربية واشتباكات في جنين ومحيطها. داعش يتبنى تفجيرات استهدفت طالبان في جلال أباد، والحركة تعلن افتتاح مطار كابول. أهلا بكم مجددا. أصدر رئيس بشار الأسد أمرا بتخصيص منحة مالية تشمل جميع جرحى العمليات الحربية من قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي وقوات الدفاع الشعبي، ممن لديهم نسبة عجز بين 40 و100%. أقررت اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن تخصيص المنحة بحيث تكون 200,000 ليرة لكل جريح، من شريحة العجز 70 حتى 100%، و150,000 ليرة لكل جريح من شريحة العجز 40 حتى 69%. تعطى هذه المنحة لمرة واحدة، على أن تصرف هذه المنحة من صندوق الشهداء والجرحى. زار العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة المملكة الأردنية، يرافقه عدد من كبار ضباط القيادة العامة، وذلك تلبية لدعوة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء يوسف الحنيطي. وعقد الجانبان اجتماعا موسعا تم خلاله بحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين الشقيقين، وأفاق تطويره وتأكيد على أهمية التنسيق حول القضايا المشتركة، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود. تشارك سوريا في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد رسمي برئاسة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل مقداد، حيث من المقرر أن تقوم الجمعية العامة بإجراء مناقشة عامة حول القضايا والبنود المدرجة على جدول أعمالها. سيجري المقداد على هامش أعمال الجمعية العامة عددا من اللقاءات الثنائية، كما سيشارك في عدد من الأنشطة والفعاليات التي ستقام في إطار أعمال الجمعية العامة. هذا وسيلقي الوزير المقداد بيان الجمهورية العربية السورية أمام الجمعية العامة يوم الاثنين القادم، والذي سيتضمن موقف سوريا من مختلف القضايا والتطورات المتعلقة بالوضع في سوريا والمنطقة. قصة ترحيبا شعبي، بدأت وحدات من الجيش والقوى الأمنية الانتشار ضمن أحياء مدينة طفس لتثبيت النقاط وإجراء عمليات التفتيش لتأمين المدينة بشكل كامل. هذا ويتزامن انتشار الجيش مع استمرار تسليم السلاح وتسوية الأوضاع لليوم الثالث على التوالي. تحية لكم مشاهدينا، نحييكم من وسط مدينة طفس، حيث تستمر وحدات الجيش والقوى الأمنية بعمليات الانتشار ضمن هذا المكان وعمليات التمشيط التي تقوم بها منذ الصباح لتأمين هذه المنطقة بشكل كامل وإعادة بسط سلطة الدولة السورية والجيش السوري ضمن هذه المنطقة. يتزامن ذلك أيضا بطبيعة الحال مع القيام بعمليات تثبيت نقاط للجيش العربي السوري ضمن هذا المكان لإعادة الأمن والاستقرار، وسط ترحيب شعبي حقيقة من قبل الأهالي لعناصر الجيش والقوى الأمنية المتواجدين في هذا المكان. يعطيك ألف عافية.
يعافيك يا رب. اليوم شو حابين توجه رسالة من داخل طفس؟ أخي نحن بدنا أخوتنا يرجعوا مثل ما كانوا، يعني نرجع شعب واحد، إيد وحدة مع بعضنا كشعب. كيف شفتوا استقبال أهاليهم؟ الحمد لله أحلى من هيك ما في. شكرا لك. إذا نحاول نلتقي بعض عناصر جيش القوى الأمنية، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. حابين نوجهها اليوم من داخل طفس. في صباح يوم الاثنين قمنا بتمشيط مدينة طفس بمساعدة قوى الأمن الداخلي عناصر الجيش، قمنا بتشريط المزارع وبمساعدة أهالينا الشرفاء من مدينة طفس، تم بعون الله تعالى يعني تمشيط المدينة كاملة، وكل الشكر لأهالي المدينة الشرفاء وكل الشكر للمختار والوجهاء. أحلى استقبال، استقبلونا بالورد وبالمي وأهلا وسهلا وتفضلوا، كل شيء كان فعلا. هاي هي الصورة النموذجية لا 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 طبعا لا. أكيد طبعا طبعا طبعا، هاي هي سوريا، هاي هي سوريا من قبل 2011 دائما هيك. هاي الله يحميك، يعطيك العافية. الله يعافيك. رسالة اليوم ضمن هالمكان، ضمن هالعمل اللي عم تقوموا فيه حاليا اليوم. والله بدي أقول إنه مبسوطين بالأهالي والأهالي مبسوطين فينا، والحمد لله كل شيء تمام ومشي على خير والأمور كلها على خير. الله يحميكم. الله يحميكم. إذا يعني هذه صورة النموذجية حقيقة لانتشار بواسل الجيش العربي السوري ضمن هذا المكان واستكمال عمليات التمشيط وتثبيت النقاط لتأمين هذه المنطقة، تواصل ذلك بطبيعة الحال مع أيضا استمرار عملية تسوية الأوضاع وتسليم السلاح ضمن مركز تسوية الذمة أحداثه في مدينة طفس. إذا اليوم هذه هي الصورة النموذجية من مدينة طفس، هذه هي الصورة الحقيقية من مدينة طفس بعد انتشار عناصر الجيش العربي السوري والقوى الأمنية ضمن هذه المنطقة لإحلال الأمن والاستقرار ضمن هذه المنطقة. كنت أنا معكم فراس الأحمد من مدينة طفس ريف درعا الغربي. نفذت ميليشيا قصد حملة مداهمات في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي واختطفت عددا من سكانها. وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من الميليشيا داهمت منازل المواطنين في بلدة أبو حمام، اختطفت 9 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة وسط إطلاق نار عشوائي من عناصر قسد لتفريق عددا من الأهالي الذين تجمعوا محاولين التصدي لممارسات الميليشيا وإنقاذ المختطفين. أكد نادي الأسير الفلسطيني أن 100 أسيرا في معتقل عوفر من كل الفصائل يبدأون اليوم بإضراب تدريجي في ظل تراجع إدارة المعتقل عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءات التنكيل والتضييق بحق الأسرى والتي فرضت بعد عملية سجن جلبوع. أوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الخطوة مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال خلال الساعات المقبلة. هذا وتمثلت الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون مؤخرا بعمليات القمع والنقل والتفتيش وإغلاق كافة أقسام الأسرى في السجون. إلى ذلك يواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدة أسابيع. تسود جيش الاحتلال الإسرائيلي وقادته الأمنيين مخاوف بشأن انفجار مقبل في الضفة الغربية. وبحسب موقع والا العبري يرى الكيان أن بعض المناطق أصبحت مركزا مهما للمقاومة، وهو ما دفع جيش الاحتلال إلى رفع مستوى التأهب والاستعداد خوفا من عمليات تستهدف مستوطنين وجنود خصوصا في مدينة جنين ومخيمها. هذا وشهدت الساعات الماضية إصابة فلسطينيين 2 خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من حاجز مقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث تم إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه شبان فلسطينيين ما أدى إلى إصابة عددا منهم بحالات اختناق. كذلك اندلعت مواجهات على حاجز الجلمة العسكري وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت. تعرض الأسير الفلسطيني أيهم كممجي المعاد اعتقاله لإطلاق نار مرتين بعد أن انتزع حريته من سجن جلبوع وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية. كممجي تعرض لإطلاق نار بعد يومين من خروجه، حيث كان بين الأعشاب في منطقة العفولة جنوب الناصرة،
ولم يتمكن جنود الاحتلال من اعتقاله، وأطلق النار عليه للمرة الثانية في منطقة سالم التي استطاع الوصل منها إلى الضفة الوصول منها إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قضى 11 يوما في جنين. وخلال اعتقال الأسيرين كممجي ومناضل فيعات تم الاعتداء عليهما من الوحدات الخاصة. تمكن الجيش اليمني واللجان من كسر محاولة تقدم لمرتزقة على قرية برة في مديرية حيس بالحديدة. من جانب آخر، بث الإعلام الحربي مشاهد جديدة من تحرير مديرية مدغل الجدعان وصولا لتطويق معسكر ماس في مأرب، ذلك ضمن عملية البأس الشديد والتي تم خلالها تحرير ما يقارب 1600 كيلومتر مربع. ومع الإعلان عن إعادة افتتاح مطار كابول رسميا، تبنى تنظيم داعش ثلاثة تفجيرات هزت جلال آباد شرق أفغانستان استهدفت عربات لعناصر طالبان. التنظيم كشف أن عمليته تمثلت بتفجير ثلاث عبوات ناسفة استهدفت عربات للحركة، إضافة إلى تفجير آخر نفذوه يوم أمس. فيما قال إرهابيو التنظيم في بيان إن سلسلة التفجيرات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 35 عنصرا في طالبان. وعلى خلفية أزمة الغواصات، أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مشاورات مع سفيري باريس اللذين تم استدعاؤهما من واشنطن وكامبيرا. وفي التطورات، تروج صحيفة فاينانشال تايمز أن دوافع أستراليا لإلغاء التعاقد مع باريس تكمن في أن الغواصات الفرنسية تحتاج للطفو بشكل منتظم حتى يمكن إعادة شحن بطارياتها. بالمقابل، فإن الغواصات المشمولة في الصفقة الجديدة يمكنها أن تظل مغمورة تحت الماء لفترات أطول، وهي تحمل وقودا كافيا لمدة تصل إلى 30 عاما من التشغيل. وعلى الرغم من كل هذه الفروقات، إلا أن ما يثير الدهشة هو أن أستراليا تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة للغواصات النووية. كشف رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية تشارلز براون جونيور عن مخاوف بلاده من بكين التي سيكون سلاحها الجوي قد تفوق على نظيره الأمريكي بعدد الطائرات المقاتلة بحلول عام 2035. وقالت مجلة بوبولار ماشينكس إن توقعات براون ستتحقق إذا لم تستطع القوات الجوية الأمريكية تعلم الاستجابة بسرعة للوضع المتغير. هذا ويمتلك الجيش الصيني أكثر من 1200 مقاتلة، كما تصنف بكين كثالث أكبر قوة جوية في العالم وفقا لتقرير القوة العسكرية الصينية لعام 2020 الصادر عن البنتاغون. يتجه الحزب الحاكم في روسيا إلى الفوز في الانتخابات التشريعية وفق نتائج محدثة نشرتها اللجنة الانتخابية، وتشمل 68% من الأصوات في روسيا، وقد تصدر الحزب ب 49% من الأصوات. بدوره، أعلن حزب روسيا الموحدة الحاكم أنه فاز بثلثي مقاعد مجلس الدوما، أي ما مجموعه 315 مقعدا في المجلس المكون من 450 عضوا. ويحتفظ الحزب الحاكم بذلك بالأغلبية المطلوبة لتعديل الدستور دون الحاجة إلى دعم من التشكيلات الأخرى. أسفر هجوم نفذه مجهول في جامعة بيرما الروسية في منطقة الأورال عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 24 آخرين، بعضهم بحالة خطرة. وفي وقت لاحق، أعلنت الداخلية الروسية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.
ونشير. والآن مشاهدينا تذكير بالعناوين. وحدات من الجيش تبدأ الانتشار في أحياء طفس بريف درعا، ولليوم الثالث استمرار تسليم السلاح وتسوية الأوضاع. مخاوف تسود جيش الاحتلال وقادته بشأن انفجار مقبل في الضفة الغربية واشتباكات في جنين ومحيطها. داعش يتبنى تفجيرات استهدفت طالبان في جلال أباد، والحركة تعلن افتتاح مطار كابول. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.